الفنانة الجميلة ريام كفارني، أهلا وسهلا فيكي معنا عبر نينار اف ام. أهلا وسهلا فيكم، شكرا. أنت راجعة لفترة قصيرة على البلد، أنا بعرف أنك أنت بتركيا عم تصوري مسلسل ألف ليلة وليلة، فقبل ما أسألك عن المسلسل بحب أعرف لما تطلعي من البلد وبدك ترجعي لهون شو أول مكان بترجعي بتزوري غير تشوفي أهلك ورفقاتك وهيك؟ والله في أكثر من مكان هيك بكون حريصة إني أتواجد فيهم، يعني أول شيء مثل ما قلت هلا بخصوصا بالفترات اللي نحن عم نمرق فيها صار البني آدم هيك انتمائه لبيته ولعائلته لسه أكبر بكتير، فإيه حريصة أني أقضي أكبر وقت ممكن بالعائلة مع العائلة بقلب البيت، ويعني مع الأصدقاء مثلي مثلكم يعني بروح بتنقل بهالشوارع شعلان باب توما وين بدك يعني ما بخلي. ألف ليلة وليلة مع نجم باسل خياط، لهلا ما كتير نحن يعني الصحافة وصلتنا معلومات عنه، فبدنا نستغل وجودك كرمال تخبرينا عن شخصيتك هيك يعني إذا بدنا نقول بيف صغيرة عن العمل. والله أنا للأسف ما كتير بقدر أصرح عن العمل ولا عن شخصيتي لأنه هذا طلب الشركة اللي نحن متفقين معهم عليه، بس بتأمل أنه يكون هيك عمل ينال استحسان عند العالم وإن شاء الله يكون هيك تجربة ظريفة تحب الناس. اكيد نحن كمان نتمنى لك هذا الشيء. في فكره دائما عم يرددوها الجمهور عن الوسط الفني انه اليوم نجومنا يلي عم يسافروا وخاصه شباب لما بيطلعوا على تركيا بيرجعوا بسبب الاجور المرتفعه اللي هونيك بياخذوها بيرجعوا كثير شايفين حالهم، فايوه انا بدي اشوف هذا الرياكشن. هلا كيف لقيتني؟ لا انا ما تساليني اللي عن جد ريلي شو ممكن تردي على هيك ناس؟ شوفت حال اكيد ما انا شوفت حال، بالعكس انا اذا بدك الصراحه اللي بيصيبني هو شعور بالاسف، يا ريت فينا ناخذ الأجور اللي بنستحقها بقلب بلدنا. عن جد لحتى نكون كمان عم نوضح نقاط أكثر وأكثر، ريلي الفروق عم تكون عشرات الأضعاف بين الأجر هون وبرا؟ في فرق، إيه في فرق محرز، يعني هو الشيء اللي لدرجة إنه نترك بيوتنا أشهر ونطلع نشتغل برا، أحياناً ما بيكون بس الأجر هو الشيء المغري، أحياناً بيكون المادة نفسها اللي معروضة علينا، يعني أنا عم بحكي عن حالي. أنا مو بس الفرق المادي ولو إنه موجود ما فيني إنكر، يعني ما فيني هلأ أنا أقول لا والله نحن هون نقبض مثل برا، لا نقبض برا أحسن، بس كمان في مجموعة أشياء تانية أنا شخصياً بتخليني إيه أقبل الشرط الفني، دوري، فاعلية دوري، التجربة كلها فيها في كذا معطى أنا بهتم فيهم صراحة. طيب اليوم اذا بدنا نروح شوي للصيف وللصيف بسوريا، الحمد لله هيك رجعت شوي تنشطت البلد وعم يصير في كثير حفلات لنجوم سوريين وعرب، فانا حابب اليوم اعرف مين النجم العربي او النجمه العربيه اللي بتحب ريام كفارني مثلا تحضرهم بالاوبرا او ممكن تحضرهم بالعاد دمشق، هيك حدا بتحبي تعدي وتحضريه وهي على المسرح قدامك؟ اسم واحد ولا صعب؟ يلا انا لانه انت كثير غالي يعني ثلاث اسماء. في كتير أسماء مثلا هلا أنا مثل اليوم يعني عم أقول لك أنا مهتمة دائما إني أحضر هيك مناسبات، مثل هيك مناسبة بيجي بحضرها ركض، مهتمة دائما بإني أحضر وأتواجد بالفاعليات يلي بيقدموها ناس بالأساس إني أنا بعتبر إنهم مقدمين للبلد ككل، يعني عن طريق نتاجهم الفني وهي مهمة الفن وشو حلو يعني. اليوم اذا بدنا نروح شوي للسوشيال ميديا احيانا مشان ما نكون عم نظلمك بينتقدوا الناس عفويتك الزايده، اذا بدنا نقول يعني شلون بتظهري على الستوريات بصورك ستايلك، ما بتكوني هذا الحدا اللي مرسم له خطه معينه كفنان انه انا لازم تنزل صوره بهذا الوقت ولازم اتحرك بهذا الوقت، فشو ممكن تردي؟ بعتقد انك مخربت والله، لانه اصلا انا كثير قليله الظهور على السوشيال ميديا وما بنزل اي شيء من حياتي الشخصيه تقريبا، يعني نزل الشيء المعقول لي اي بني ادم ممكن ينزله تبع مين عيلتي، صوره مع اختي، صوره مع ابي، مو اكثر، ما بنزل مشاوير وروحات وجيات وطلعات وفوتات، مثل ما يعني كمان ما بنزل الجانب المظلم من حياتي او الجانب الكئيب، لا بنزل الشيء اغلب اللي بنزله شيء له علاقه باعمالي شو الناس بتنزل، ولانه انا اكيد حريصه وقت العالم بينزلوا لي شيء اكيد حريصه اني شاركه لعندي كتقدير، يعني لانه لما حدا بينزل لي ما معقول طنشه فبنزله عندي، اما ما بعتقد اني بنزل كثير اشياء انا عفويه فيها ولا بعتقد اني بدرس كثير خطواتي، انا اصلا ما كثير بحب السوشيال ميديا بضطر اني اتعامل معه. طيب قلتي لي جانب مظلم او كئيب، شو الجانب المظلم كئيب بحياتك؟ مثل اي بني ادم في بحياته جانب مشرق وفي بحياته جانب مظلم. كتير حدا دبلوماسي، اوكي ما حنختلف على هي النقطة، حابب اعرف اذا بلش ينعرض عليكي شيء بسوريا او غير المسلسل اللي انت هلا عم تصوري؟
بلش الحقيقة، وللأسف أنا شوي يعني هذا الوقت مربوطة فيه برا البلد، بس قريبا حيبلش عرض مسلسلنا اللي عم نصوره بتركيا، ومن بعدها ان شاء الله حيكون وقتي حر اكثر، ومن بعدها حخبر شو اللي بعده. يعني بنتمنى لك التوفيق بهذا المسلسل وبكل جديد. شكرا كثير، نورتي كاميرا نينار. شكرا لك، ثانك يو.